السلام عليكم، يا هلا ومرحبا، علومكم طيبين، وش مسوين؟ والله زي ما انتم مخابرين، لا صار احد في السعوديه يطلع على يعني علم طيب تكلمنا ومحناه عساكر ولا مو عساكر ولا دكاتره ولا اللي هو ولا فجعه ولا احد ما قصر في الامور اللي انتم مخابرين في كل شيء يمثل السعوديه. نتكلم على ابن الصمان الملازم اول فلاح الدويش المطيري، والله مليون نعم. اي والله الراس، الله يبيض وجهك. طايرين بالطياره، لا ومطلعين مقطع فيديو يعني، ودائما ترى في اجواء اليمن هل الطيارات هذه تكون تلف 7 ساعات 5 ساعات وبعدين تنزل وتجي بدالها، فيعني وكاميراتهم جاهزه في الامور هذه يعني، عشان اللي يقول يا فيصل صوروا مثلا مقطع فجاه، لا مشبوكه عنده، وطلع الطيارتين على اشاره والله وينكش يحول عليها ويضرب الثنتين. طبعا الطيارات حقت الحوثيين اللي هذه بدون طيار. المقطع يحمس ويشوش والله. كرمها الفريق ركن الامير فهد بن تركي بن عبد العزيز، ويستاهل والله، يستاهل تكريم والله، يبيض وجهه. وثلاث طيارات يرمى، ما هو بثنتين، ثلاث طيارات بس توقع في المقطع باين ثنتين. شوفوا الحين. بالنسبه لموضوع الخيل الفرس، يوم اقول لكم قبل كم يوم ما بتكلم فرق بين اهل البل واهل الخيول، طبعا كلهم ونعم وفيهم خير وبركه، لكن بعض اللي يملكون الحول في الخيول اكثرهم طبعا برا، في السعوديه ما نقول في واجد منهم، بس وفي منهم برا بالخليج وغيرها. ف يعني مثلا الحول اللي هو في الخيول، لجاك حصان كفو وغالي ومنتج زي اسامي واجد، يعني تقريبا قيمته حول توصل قيام حول 5 6 7، اتوقع ما يتعدى ان كثر 10 مليون، فهذه قيمه بكره في اهل البل في المزارع. فالمهم ياخذ لك هذا توب يعني، ولا جاء يضر، لا جاء يشبي، يسمونه في الخيول تشبي يعني. هنا انا جيت مثلا، عندك انت خير، عندك افراش فلان وفلان وناس عاديين يبون ينتجون، طيب يشبي يعني ايش يسوي؟ يقولك يلا تجي عندي مثلا، هو في السعودية مثلا عندك هنا، يقول جيب تشبي دخله مرة واحدة ب40,000 و50,000. طبعا ترى هذا ما يجوز، حرام، معروفة هذه، ما فيها شو اسمه يعني، ما يجوز. بنزل لكم بعد شوي. فإذا هو برا السعودية في ألمانيا ولا في أحد دول الخليج ولا برا ولا في أمريكا، اللي هو شو يقول لك؟ يقول لك أرسل لك الله يكرمكم لا هذه بزجاج يرسل لك المني اذا فيه، وتاخذه لين توصل لك وتسوي طريقه اللقاح هذه، مدري ايش كيف، سبحان الله، شوف كيف عشان تشبي يعني. طبعا القحت ما القحت ما لهم شغل، تدفع 40,000 ثانيه الله لا يهينك عشان تسوي الامور هذه. احنا لازم نقول الشيء الزين والشين يعني، دائما نشوف حتى اهل البل ملاك البل مثلا طلع بمقابلات يقول نبي نصير متطورين باهل الخيول، نبي نصير زي اهل الخيول، عندهم مثلا اشياء، عندهم شرايح، عندهم ترى حتى اهل البل عندهم اشياء زينه زينه زينه. انا اقول لكم زي وشو اهل البل ما عندهم هذه، اتحداكم لو واحد يضرب فلوس ما في. وبعدين ايش الحول؟ ما هو على 5 مليون ولا 10 مليون زي الخيول. انتم عارفين اغلى حيوان في العالم فحل ناقل مع بناته حول على كلام قعيد المطيري والكلام الناس 200 مليون ويجي لمن جاء ضرب والجميع بكلمة جاء عندهم والله ما يقصرون، الجميع 2 مليون ما 10 مليون ولا ياخذوه ولا ريال. ومن جاء واي جاء ابد تعال وشايفينهم. وكذلك والله الجميع، عندك الامير الله يطول عمره الامير بن محمد، الامير سلطان محمد شاب الحول ومعروفه، حاط حول برا عيال على غرنوق وعلى شامان وعلى ناس، شيء معروف. وكذلك الامير عبد العزيز بن فهد، الامير ترك بن محمد الله يطول عمره، وشفت المقاطع بعد مسبب الفحول حول اكثر من 10 ما شاء الله في مزرعته، من جاء وشيء ينكفوا على عيال جبران، شيء يعني
ملايين وشيء كفو. والوجه الله من جاء تعال يلا رح بنت بيان السبيعي والله هذا نجيب شايف والشباب شافوا ما شاء الله اكثر من ما شاء الله 40 50 بدوي وقتها موقف برا بغرفته موقف يلا على عيال سلطان الصفر كلهم وتسوى ملايين ها ولا يردون احد واللي يقول لك يردون ما يردون نادر تلقاها عند البدو وبعضهم مثلا عنده 60 بيضرب اللي عنده وعقبه يحطها للناس والحمد لله نادر نادر تلقى انه يعني ما يبي العالم الضرب عنده وان سواها فهذا يمثل نفسه ولا وحتى لو سواها ما ياخذ فلوس يعني يقول لك لا ما امنع ان احد يجي مثلا خايف مثلا على الفحين ولا اليوم بس ما ياخذ فلوس ولا احد من اللي يضربون ياخذ فلوس وتسوى ملايين ملايين بس هذا فرق فلازم الواحد لما يتكلم ومدح الاخوي واللي يقول الصحيح بعد فشاء الالبل الشيء اللي يسوونه ما يردون احد وتسوى ملايين ملايين وناس واجد ترزقوا من البدو والحمد لله والله يستاهلون جابت لهم بكرة يبيعون على 500 600 على مليون ويشترسون ويروحون ثاني يعني نسمع سوالف واجد وهذا الزين فالناس تتكلم طيب بالامور هذه هذا شيء زين في البدو ولا يجوز اصلا انك تاخذ دراهم ولا تاخذ شيء منها والحمد لله هذا ما فيها فالبدو ما ولا بتصير لو بعد سنين ما ياخذون دراهم عليها الا اذا في المستشفى طبعا راعي المستشفى ياخذ الحركه هذه الجديده تشبي تضل تاخذ اللايك من اذا تحطونه في ذا في بكره ولا الحركه اللي يقولونها اي راعي المستشفى بس الرجال نفسه ما ياخذ راعي نفسه راعي الفحل نفسه ولا ذا لا بالعكس يبلون في مزارعهم وفي محلاتهم والله يبيض وجيههم ويجزاهم خير هذا فرق بسيط ولا تزعلون يا اخي ولكن هذه الحقيقه خلكم يا اخي نفس كذا عادي بالعكس والله وبعدين راعي البل ترى فرق لا جاي يجيب 20 30 معه 10 15 15 ناقه معه الخير يجيب لك واحده اثنتين ثلاث يعني فرق وهذه علمتكم القيمه كم وهذه كم فان شاء الله اهل الخيول يسوون نفس الطريقه باذن الله وفيهم الخير وفيهم البركه بس حبينا نعطيكم توضيح هذا ولا حد يزعل ويا هلا ومرحبا ما بس معلومات بسيطه وهذا اهدا لكم ما حاطين بعدها لأن ما نتكلم عن الجميع نتكلم عن البعض اللي عندهم الكحول المنتج القوية اللي يحطونها برا السعودية ويقول لك يلا تبي عطني 40,000 واجيب لك اياها من برا والامور هذه انتم عارفين ولا اكثرهم هنا الحمد لله لا امرهم طيب وانا من الناس مودي عند الدوسري الله يبيض وجهه ومشبين عنده ولا اخذ ولا شيء ولا قال اوه هذا فلان ولا امي ولا كذا قال لا والله ماني ماخذ شيء والله يبيض وجهه ويجزاه خير عقبه وديناه عند المطيري رفيجنا سلطان واموره طيبه وبشترك بظلام القحت الحمد لله ما هي رعاده تذكرون كانت معنده وكل ما نشبيها يعني في بلا والحمد لله الحين زادت امورها بشركم ولا اخذوا شيء اللي انت وفحل كفو بعد ولا قالوا نبي شيء ولا عشان لا والله الحمد لله الله يبيض وجيهم شوفوا هذا الناس اللي يستانسون عليها ما هو علشان تدفع ما تدفع بس انها ما يجوز حرام ما توفق انت بحلالك ما نتكلم الا في دليل طبعا ما انزل لكم انا شويه ان شاء الله اطلع لكم المقطع تشوفونه فلا احد يجعل يا الخيول انا والله نبي لكم الخير نبيكم تنتجون اللي عندكم يعني اللي مع افراس طيبه ويبي يزينها اكثر واكثر يروح على فحل تسواله 5 مليون وبلاش بعد ولا يخسر ويتعب وهو تعرفون انتم عارفين هذا تلقاه شاري فرس يبي ينتج عليه ويبي يستانس لان يبيكم تصير من الاحسن لاحسن ان شاء الله وانتم من الاحسن الحمد لله واهتمامكم طيب ولكن نبي لكم انه يصير لكم ما تدفعون بعض الناس على قدها ما ودنا والله تخسرون واصلا ما يجوز يعني فلا حد يزعل يعني بس اي والله اليوم السكس غسيل غسيل وبعدين بوريكم شغله عن المكينه هذه قبل كم يوم صورت ذاك الوقت يحسبون قوة الضغط نفس اللي حقت المواتر هذه لا جاء المواتر طيار البد يقول ابو فيصل تأذي البل انت تأذي البل يمكن تتألم يمكن مدري وش هو هذه مختصة للمواشي حتى لو حطيتها اقوى شيء لو حط يدي ما فيها اوريكم الحين ما تحسوا ما في ألم مختصة للمواشي الامور هذه يعني البل الغنم الامور هذه كلها الخيول اقوى شيء ولا يأذي
اليد ولا لان في نوع تذكرون اللي عندي حق السيارات ذيك يوم طلع جلدي من هنا بس يوم شطفته شطف هذاك صح ولا حطيت على البدي الموتر يطلع شو اسمه يعني يصير هنا الشدخه بيضة ولا رمادي يطلع شو لون الشد بلد حق الموتر فما هو زين ذاك القوي لكن هذا لا بعدين نشوف تسحب سحب رهيب تبي غسيل ازبل تبي موترك امورك حلالك هاي محمد علومك اسحبه من اول دقه ما شاء الله الله اجدوه اوريكم الحين ما خليت لازم كذا ما شاء الله الحين شغل هذا الحين شوف كذا رداد اقوي 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 اوه يا سكس الله الله ليه ما شفته يا رب اموره طيبة محمد علي هنشوف يدك يلا ما تحس شيء انلو 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 روح ما شاء الله اي بقيت يا هذه عاش بجيت اي البولي داخل داخل شو اسمه عاش والله عاش بجيت شوف النظارة زي ما كسرها الحين يا بفك لكم الخيول شوفوا المنظر هم في البر مستانسين ما شاء الله ما شاء الله هذاك حيلا ما شاء الله بفكهم هنا شويات الحين مع الغروب انا والدي يقول فيصل ابيك تصورنا الخيول وانت فاك مستانس على الخيول بعد اليوم كيف المنظر بالله طبعا قدام شوف العين غير طبعا على الكاميرا ما شاء الله على المنظر مشكلة شيء واحد لا ضربوا كذا ها راحوا شمال مع المطنيج مشكلة في مطنيج التصوير ما يطلع واضح اما لا راحوا غرب شوي امور طيبة ولا راح شرقوا شوي من هنا ويجوا من ورا احسن بس هنا مطنيج هو العزبة كذا ويدلون سبحان الله شوف على العزبة على طول ما شاء الله يلعبون جيجي يلا كل وراك انطلاق الحين وراك عوافي عوافي هذا كحيلان هذا من العبية جدة 15 من عبد العزيز كان
هدية من أمير نايف المشاعر. ما شاء الله. وهذه معها، لكن هذه لا، الثانية لا عادية. والجمال حاطين عند أخونا سلطان المطيري. شرب عصير ويبي عصير، لا عطى بتاخذ حق وليد ولا لا؟ بعطي وليد. وانت محمد علي؟ لا انا ما اشربها صدقنا. ها عطى عطى اياه يا اخي. والله قلبي قطع على وليد. اقول لك الحين على وليد. شوف شوف ليه 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 طيب والله ما هو بعبث. والله الا عشان يجيب لك من المدينه ما ادري ايش يجيب لك. ولا والله ما يكون يجيب لك دخان ما ادري ايش اسمه ذا. وليد من النوع اللي فيه لطف ورغبه. ما شاء الله والله. فما نشرب له عصيره ونخليه وجايبه من المدينه. من المدينه. يا ولد عطى محمد علي، محمد علي عطش هذا. شوف وليد وينه متيكب الغرفة وبرد. هو بيعطنا ما لك منه هو مهلاش. انا عطشت والله. عطى عطيه عطيه عطى ما بعد يا ولد. رجع عطشان على ابو حيه. يبي العصير عطى العصير. شوف اوف يا محمد ما عليك الحين تنزل تحت. وانا بنزل اسحب عبد المجيد وحريك. خلينا ندور نشوف ما شاء الله. المنطقة هذه شمال بكرة. شمال جنوب. ما شاء الله. هذا المحل اللي جينا قبل اسبوع صح؟ اسبوعين يوم صورنا. شوف سبحان الله نبات الصيف يطلع سريع. والله يا رب فضاء تعود بأم أم أم أم. يبينا تنسيم صح. يا ولد اعوذ بالله وش ذا؟ وقفنا هنا شوف العندب والنصي هالصيف النبات وغرزنا. ها يا مجيد؟ عندك ثقيل. طبعا علامة الماكينة طالع عشان البرمجة مبرمجينه. عصير رجل خليه يبرد يا اخي ايش تبي؟ نفس نفسي يقول ايش تبي؟ لا تطلع انت عم تطلب لا تعم تطلب نفسي الله يا رب ترى انا مسؤولي
على مسؤوليتك خلاص. هذا خباثه منك. اسمع عشان يجيب لك المدينه استوى شكله يجيب لك دخان دخل. الحين كنت مطوع يا مجيد وفجاه تغيرت. تغيرت انا مطوع. ولا بصير مطوع بس برمضان شو السالفه ثاني مره تسويها؟ والحمد لله والله مطوع. والله؟ وراعي امانه ما شاء الله. الا والله عشان يجيب لك دخان. بطل دخان وذاك الثاني شو اسمه ذاك؟ لا 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 لا. لك هديه والله من عندي اذا كلامك صحيح. التنباك بعد من شو اسمه ترى مضر يجيب السرطان في اللثه والله. ايه تعطي نصيحه لنا انت فكك منه الحين. شوف يراق محمد خلاص خله يا محمد خله ما عليك والله يجيك ما عليك ما عليك منه. امسك 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 برد برد. امسك الباب ما تعرف انت تفتحه اتحداك يلا افتح الباب اي الزر ذا ايوه لا حرام لك ابو امسك. اي بلا بالعافيه يا وليد. شوف يا ابو خالد شوف يا وليد ها خلصوا ذا وذا اردنا الخيل مع الخيل ومع الحر ووليد متكف مكيف ومبرد متكف مكرف مكيف مكرف مكيف اسمع الحين لا جيت تقول هذا زين وش اجرب جرب الحين طعمه وش تقولون؟ لا لا اجرب الحين مثلا يلا ها وش تقولون هذا ايش؟ هذا حلو. لا ما في كلمه ثانيه هذا زين ايش تقولون عليه؟ فنان. لا ما فنانة هذه كلمة سعودية كلمة من عندكم وشو مثلا تقول الخيل ذا علومة الناقة هذه كيف طيبة لا ما تقول طيبة مليحة مليح هذه مليح مدري مليحة كيف مليح هذا مليح مليح بس هو ملح يعني زين يعني زين عبد المجيد راح فيها ماسك ريال عبد الوليد برد برد عوافي عوافي شوف يا ابو خالد شوف مقطور الخير يا وليد لا ما احتاج نفس مرة خلاص يلا يلا يا رجال ما شاء الله بس انا بس قدام ترى يرسمون لك اربع كفرات مثلا غرست نس وتنسيم قوي على كفر واحد ويطلع عقبه عبه اي أيوة والله هنا اعوذ بالله هنا فوق الشرقيه بالذات ترى غير عن النجد وعن الشمال غير مو بغير غير غير بعد مع الرطوبه مع الحر الزايد ذا اعوذ بالله يا شيخ يشفط يشفط يسحب الموتر لا طحت برباط يسحب وعارفين عاد هذا الشرقيه الموت افضل من الطنيج كان في بيب داخل الطيش ذا ما ادري يمكن كم مره صورناش هلو خلاص ابرك انش هلو وهنا محل حصني دائما يجي الخبيث لكن يوم يوم بدنا نجيب الذيب ووريكم الهد اكد فيه مالك نص الرجال امسك انا ما شربت بدون اذن وليد ما شاء الله عليك عشان يجيب لك دخان امسك امسك والله امسك خلاص شوف يا وليد هو اللي يشربه ترى والله توني الحين هو اللي شرب خلص عصيره ما قدرت ما قدرت وخلص الثاني والثالث محمد علي اللي شربه ما شاء الله هذا بيدك الحين ودي الوليد كذا بيد انك شربت نصه ليه ما جاب له معك بعد ما يجيب لك ورو راب هو 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 شرب عصيرك وشوف جايب لك هدايا وليد شوف جايب لكم هدايا بعد وليد زي يمني كفو تستاهلون تقول نعم بدو شبه الجزيرة وطنا نعم بدو شبه الجزيرة وطنا من بعد عصر آدم ومن قبل فرعون
نعم بدو شبه الجزيرة وطنا قبائل مع كل برق يشدون. نعم بدو شبه الجزيرة وطنا من قبل لا تطلع جوازات وحصون. نعم بدو ما تقومون رح ندرس التاريخ وش قال عنا بالفعل ما هي من وكالة يقولون. حنا اليوم صار ما صار حنا هل الوقفات وابليس ملعون. نعم بدو بخوفنا يرجحنا نرقى بعزتنا ولا نتبع الهول. سيوفنا من دم الاعداء تحنا ناطع على الهامات لا ولع الكون. سيوفنا من دم الاعداء تحنا ناطع على الهامات لا ولع الكون. واليوم هنا بالتلفزيون ما يرقبوا حملاتكم لا يجنا. لا تولع الفتنة ترى السيف مسنون ترى جراثيم البشر يدنسنا. من الدنس شق الطبغات الأوزون. حنا العرب وبعوضنا يعرفنا قبائل اللي عاهدوا وما يخونون. حنا العرب بعيد في ثرى الدار مدفون. حنا البدو وسلومنا وجهنا نحشم ولا ننظر إلى الجنس واللون. عاداتنا وسلومنا لو تسنى ما في رجال من الضيم مغبون. زي ما سمعتوا زي ما شفتوا قريت كلام الرجال يقول بعد اخذ رسوم انا اتحداك تحدي لو ياخذون. لان وش ابي فحل ما حد يعرفه ولا اجي الواحد انفحل كفو وكذلك مسبل هالجمهور هذا الفحول كلها للمسلمين. بروح اكيد للشيء زين النادر واللي عنده النوادر معروفين منهم ولا ياخذون ولا ريال بالعكس يعني بس للرد. واللي يقول يبيعون حليب هذول اكثرهم والناس تدري ما هم سعوديين. ونصيحة لا حد يا البدو والله ما يقصرون وناس نوادر تعرف جاتهم اللي تجيهم أمراض اللي تجيهم حتى كذلك سرطان يأخذون وزر البل. أنتم عارفين هذه تكلم مهبة حتى البادر كانت تكلمت عنها حتى الصين وغير الصين إنها زين وسووا لها حبوب زي الحبة هذه اللي هي وزر البل هي البول اللي ما هو عارف يعني عشان نوضح له. طبعا تكون بكرة وتكون ترعى من ربيع زي ما تشوفون الشمال ولا الليدان العام هذا هو زي منها. اما اللي ياخذ الحليب لا احد ياخذ يضرب يشتري من الناس واكثرهم مو سعوديين ولا نعم من وين يعطونهم ابر ترى علشان ينزل حليب اكثر. وامور واجد وفي اي وقت وش الخلف هذا اللي اي وقت حلب ما يعطونها ابر وما هي بزينه ومضره جدا. فانتبهوا لا تاخذون والبدو ما يقصر والله كلمه جيت عند احد انه يحلب لك ويجيب لك ولا يقصر والله مع الجميع. فلا حد يشتري يا شباب من اللي تشوفونهم ذولي ترى يحطون الابر هذه الدر في اي وقت وش هل ما يجوا ما يصلح. فللتوضيح ما علينا. دخل علي قال ابو فيصل ناس ترزقون الله. اخي ترزق الله بشيء صح طيب مو تحط لي ابر وتروح تبيع لي ايار تبيع الحليب ذا وفيها مادة كيميائية. هذا هو المقصد اللي يسوونه يحطون الابر ويلا تجي المغرب تجي عشاء تجي اي وقت وهو افضل وقت معروف في الفجر ولا في المغرب. هذا هو خلهم كيف ترزقون الله بس ناد ما في احد العموم يحط ابر هذه والكيميائية ويسوونها. هذا هو السبب الغلط لانه يؤذي الاهالي اكثر اللي يشترون يبي يجيب لامه يبي يجيب لهاله يبي يجيب لنا يعني فوائد وارد يدرون يجون يلا اللي هذا حاط لك كيماوي ويدر صبح وليل استغفر الله. اي وقت تجي صاير زي ما يصلح. هذا هو المقصد انه ما نبي الشيء المضر. جزاك الله اليوم رطوبه يا شباب عندنا الشرقيه وكرمك الله يا ابو ترقي كثر الله خيرك. الا اليوم صراحه رطوبه مرحبا يا حرقة الزين مزموم النهار يوم علق روحي اللي بلشت تطبها قالت أحبك علشانك تحب الصفر وكل نفس انت عشق قلبي ترايا أحبها خطو صفرا مارق الغارب ونكسى ظهر لك مرت لك من غرق انت وترحبها قلت حب قلبي يا بنت رجل يمكن أدنى هبوبة تحبها كم رعت في ضفنا كل مخيوب وقفر ليه طاش تغش حمال مثله يضربها والله اني عقب ما سلمت لي في خطر وقلت رب الجميله مغاره ربها.